أهلا أهلا يا فرعون، كيف حالك؟ أتمنى تكون أحوالك تمام بالتمام. شكرا شكرا على كل شيء جميل. هي بالمناسبة أنا التقيت بعض الأصدقاء المغاربة ومعهم بعض المصريين، وكان عندهم تفاعل مع ستوري اللي كنت عملت لك في الصفحة ديالي، ولقيت على أنهم كيعرفوك. كان عارف على أنك في مصر وقريبا ستزور المغرب. دائما مرحب بك يا فرعون، الله في راسك، إلى الملتقى، ما تنساش راك عزيز، والسلام عليكم. حبيب قلبي يا أخويا الفنان، وليا الشرف إنك تعمل فيديو حلو زي ده ليا، وأنا المغاربة كلهم على راسي، وأنت عارف أنا قد إيه بحب المغاربة، وعارف قد إيه بحب المغرب، وبحب جدا ثقافة الشعب المغربي والأسلوب الراقي اللي بيتعاملوا بيه مع الجميع، وأنا بشكرك على الرسالة الحلوة دي، ويا رب دايما يديم المحبة والود ما بيننا يا رب إن شاء الله. اولا انا وانت على الصعيد الشخصي طبعا اخ محترم، وانا ليا الشرف ان انا بعرفك، وثانيا ما بين المغاربه والمصريين عامه، لانه في بيننا ثقافه متبادله وشعب عنده حضاره وتاريخ. فانا بشكرك على الرساله الحلوه دي، وسلم لي على كل اصحابك المغاربه اللي شافوني، وانا ان شاء الله قريب اكون موجود في المغرب، قريب جدا جدا ان شاء الله، واشوفك على الف خير باذن الله. وتحياتي ليك الفنان الراقي الرائع، بشكرك وتحياتي. ما جدوى توصيات لجنتكم على مدار الأعوام الماضية والقرارات التي تم إصدارها من طرف مختلف المجالس بالأمم المتحدة وقرارات المحكمة الأوروبية وغيرها من القرارات إلا يتم تطبيقها وعلى رأسها تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الغير قابل للتصرف؟ إن أساليب الدولة المغربية فيما يخص هذا النزاع والطريقة التي يمول بها هذا الملف أصبحت مكشوفة للعين، وأستشهد هنا بقضية إسكوبار الصحراء وبيكاسوس وموروكو جيت، كلها فضائح تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط النظام المغربي في هذه الكوارث في محاولة يائسة إلى الضغط على بعض الأطراف لتغيير مواقفهم تجاه هذه القضية. السفير كيف تخيل؟ أود أن أثمن كل المجهودات الجادة والمشرفة التي تقوم بها دولة الجزائر الشقيقة. دولة الجزائر الشقيقة. خطوة إحداث اتحاد مغاربي بدول اختارت طريق العزة والكرامة والنخوة وفضلت مصالح شعوبها رغم كل الضغوطات. باسم كل الجمهورية المغاربة الأحرار نعلن تضامننا الغير مشروط مع إخواننا المعتقلين. طبعا والله يا جماعة بجد أنا النوعيات دي أكتر نوعيات بتنرفزني، لأنه ده أصلا مغربي بس تقريبا هو أخد فلوس من كوكب لالا وبيتعامل على الأساس ده. ده أصلا مغربي، أصله مغربي يعني. الأمور النوعيات دي من الناس اللي هي بتشبهني شوية بمعتز مطر، والنوعيات دي عندنا في مصر، النوعية اللي هو ممكن يخون بلده في ثواني ده، ويتكلم في صف ناس عايزه تقسم بلده عشان معرفش خد فلوس ولا عمل ايه، وطالع بيهاجم المغرب في الامم المتحده. انت طالع سايب الدنيا واللي فيها وطالع بتهاجم المغرب. دي نوعيات الصراحه انا بحس بان هي نوعيات مقززه انك انت. والحقيقه يعني ان المندوب المغربي او السفير المغربي رد عليه، يعني قال له انت جاي تهاجمنا، انت جاي تهاجم المغرب. ناس وهو نفسه هيقول ان هو بياخد فلوس من الجزائر. واعذروني الفيديو يعني مش مناسب شويه، انا قاعد في العربيه والدنيا ضلمه، بس انا بصراحه الفيديو استفزني جدا، لانه انا ما بحبش نوعيه الناس دي، ما بحبش نوعيه الناس اللي بتيجي على بلدها بالشكل ده. انا مش بعتبره مغربي، والله انا مغربي اكتر منه، اقسم بالله انا مغربي اكتر منه. شوف انا معيش باسبور مغربي ولا معايا جنسيه مغربيه، والله انا مغربي اكتر منه. من هذه النوعيات اللي لا تشرف المغرب، لانه اصلا لا ينتمي الى المغرب، واللي بينتمي الى المغرب عمره ما يقبل بتقسيم المغرب، وعمره ما يسقف لحد عايز يقسم بلده. انا راجل مصري اللي يجي جنب بلدي، ما انا ما بحبش النوعيات دي ابدا. نوعيه بعض برضو الفنانين اللي خرجوا من مصر وبيشتموا في مصر، انا ما بحبش النوعيات دي ابدا. فالنوع زي الشخص ده بالنسبه لي نوع مقزز جدا. انا يعني بصراحه بالنسبه لي شيء ما بستحملوش بأمانة. يعني نشوف السفير المغربي رد عليه ازاي. هو المندوب ديال المغرب كيتكلم الان. المسألة قيد النقاش الان هي مسألة الصحراء المغربية. من تحدث للتو الذي تقاضى اموالا من الاطراف الاخرى، الطرف الآخر في هذا النقاش، للهجوم ومهاجمة دولة عضو في الأمم المتحدة، هذا الشخص الذي تحدث التو لا مكان له بيننا هنا. والله صح، مفيش مكان، ملوش مكان، لأنه واحد سايب يعني هو طالع يهاجم المغرب، طالع يقول لك لو في نص كلامه برضو قال حاجة، قال لك أنا والمغاربة الأحرار. لا يا حبيبي، المغاربة الأحرار، المغاربة الأحرار بيحبوا بلدهم وبيحترموا بلدهم، وضد تقسيم وضد أي بني آدم يفكر إنه يقسم بلدهم. يا جماعة
المملكة المغربية بلد عظيم وبلد كبير، اللي يحبه أهلا وسهلا، اللي يحبه من قلبه أهلا وسهلا، اللي يتمنى تقسيم المغرب أو إنه الناس تتدخل في أراضي المغرب يبقى مش مغربي، مش مغربي، مفيهاش مناقشة. أنا بالنسبة لي البني آدم اللي خرج برا مصر، راح ولا قاعد في تركيا ولا قاعد في ماليزيا ولا قاعد في أي بلد إن كان، ولا في أمريكا ولا في أي بلد، وقاعد بيغلط في مصر مش مصري. نفس الكلام، أنت راجل ما أنت بتعتبر، أنا بصراحة ما بعتبروش مغربي، زي ما قلت لكم أنا شايف نفسي مغربي أكتر منه، رغم إن أنا لا أحمل باسبور مغربي ولا أحمل جنسية مغربية، ولكن أنا شايف إن أنا مغربي أكتر منه. النوعيات دي من الناس بالنسبة لي لا تمثل البلد، ده مش مغربي. مفيش مغربي يتمنى تقسيم بلاده، مفيش مغربي يدعم بلد عايزه تقسم بلده، يقول لك البلد الشقيق اللي واقف معانا واللي بيعمل الحق. وايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ الحق هو الحق تقسيم بلدك؟ انت كده راجل، انت كده خايف على بلدك؟ في واحد ضارب النور الاحمر في وش عميني. فانا بصراحه بجد يعني نوعيه الناس دي بتستفزني جدا، وانا بشوف انه الناس دي لا تستحق انها ان هو يتقال عليه مغربي، يعني هو مش مغربي. انا المعلومه اللي وصلت لي يعني من الفيديوهات اللي انا شفتها ان هو مغربي، ولكن انا بصراحه بشوف انه ده انسان لا ينتمي الى المغرب باي شكل، مش مغربي ولا يشرف المملكه المغربيه ينتمي ليها. واحد زي ده بيدعم الناس اللي عايزه تقسم المغرب، سايب الدنيا واللي فيها، ما يطلع يتكلم على الاشقاء اللي انتوا بتقولوا انكم معاها ظالمه او مظلومه في الجزائر، واللي البلد اللي انت بتسقف لها بتقول احنا معاها ظالمه او مظلومه، اتكلم على دول يا حبيبي، لكن ما تتكلمش على المغرب ولا تتكلم على تقسيم المغرب ولا الكلام ده، لان اي بني ادم يفكر في التدخل في الاراضي المغربيه هنرد عليه. ربنا يحفظ الشعب المغربي ان شاء الله، ويحفظ المملكه المغربيه وكل من ينتمي بقلبه الى المملكه المغربيه، لانه اللي بينتمي مش لازم يكون شال ورقه مكتوب عليها انا بحب المغرب ولا انا مغربي ولا الجنسيه المغربيه ولا الكلام ده خالص، مش لازم، مش الورقه هي اللي بتخليك مغربي، انتمائك وحبك لبلدك ووقوفك مع بلدك وعدم مساندتك لشخص عايز يقسم بلدك هو اللي ده اللي يدل على ان انت مغربي. المغربي دي مش بالكلام، المغربي دي بالفعل. هناك محبين للمغرب ممكن ما يبقاش مغربي ويكون مغربي اكتر من واحد زي ده طالع بيدعم ناس عايزه تقسم المملكه المغربيه. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بالذات. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعاده لنا الله في كوكب الله.